الاول نعمل تتبيله واحنا شغالين، عشان انا عارف بكلم كتير فمش عايز يعني اضيع وقت حضراتكم. ولكن والله حتى موضوع الكلام الكتير انا مهتم برضو بالكلام الكتير ده، بس بتكلم في التفاصيل وعلى ما اعتقد ده مهم جدا. طيب نعمل خلطة السمك دي ازاي وهندخلها الفرن بفكرة ان هي دينيس زيت ولبن ازاي؟ ولا حاجة، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هجيب عندي حبة زيت، بسم الله كده، يعني نقول مثلا 4-5 معالق زيت، قدامهم زيهم ليمون، لكني بعمل صوص لسلطة اهو، حلو كلام بالمعيار كده بالسنس بإذن الله يبقوا قد بعض، هعرف مين هم قد بعض. خلينا نعملها احسن بالمعيار في البيت، او لو تمام هتشوف دلوقتي لو ربطوا معايا وصوص حاسس ان هو بقى صوص مش تتبيله هيبان جدا ان احنا مظبوطين. بسم الله الرحمن الرحيم. هقلب كويس قوي الزيت مع الليمون، لو كميتهم مظبوطه هتلاقي فيه قدامك زي دريسنج كده بقى قدام حركه بقى، شوف المنظر عامل ازاي بقى مقتم. لو الحاجه اعلى او طب مش هعتقد بالسهوله دي هتربط. طيب فص ثوم مفروم، بسم الله الرحمن الرحيم، او معلقه ثوم مفرومه، شايف يا فندم، وابدا اقلب الثوم مع الزيت والليمون، ملامح واضحه جدا وبسيطه. هجيب عليهم كمان، ده مهم جدا طبعا، حبه الملح بتوعنا من الاول، معلقه لطيفه كده. وهاجي بقى التتبيل المصري، احب اسس بالتتبيله بتاعتنا او بالبهارات بتاعتنا، يعني الكزبره الناشفه مهمه جدا، بسم الله الرحمن الرحيم. الكمون مش كتير عشان ما يمررش مننا، حلو كلام، اكيد في سنه شطه بتدي نفس كويس قوي، حلو كلام. ولو حابب احط حبه فلفل اسود برده مش كتير، وخد بالك البهارات قدام حضرتك اهي، وحبه البهارات السمك الحلوه دي مش هيقولوا لا عندي لو نزلت بيهم بمعلقه كده لطيفه. ومن عندي تاتش حبهان، ده كله في البولتي. واجي هنا بقى راح اعمل ايه بقى، بص بقى انا الكلام ده، ده كرفس مفروم ناعم هو والعيدان بتاعته، ورق وعيدان، شايف التتبيله، انزل بيها كده. دي بقت ايه، تتبيله كرفس بالثوم في قلب الايه، زيت والليمون بتاعي، شايف المنظر عامل ازاي، ما فيهاش اي حاجه خالص من الصعوبه. طب وبعدين يا شيف اسكت اقول لك، لا هفتح الكيس ده كده حلو كده، واخد الليمونه اللي شايفينها، وروح عامل ايه بقى بالليمونه الحلوه دي، بسم الله، اقسمها عندي على النصين على 4/4، واروح واخدها زي ما هي كده ومنزلها في التتبيله، واجيب حاجه عندي اقلب بيها، بسم الله كده كده انا تمام التمام. طب وبعدين يا شيف، والله ولا قبلين، هبدا اعكس كل الامور واجيب عندي السمكيه وابدا اشتغل بيها قدام حضراتكم هنا على القطاع واحده واحده، لسه عايزين نشرح. طيب خليني بس قبل ما اكمل بيت السمك، ممكن تيجي معايا هنا يا فندم؟ معلش لحظه، معلش انا والله يا جماعه انا يعني لازم اتكلم على الشغل، انا مش بحب اطبخ بسرعه كده، وانا عارف في بعض الناس ممكن تكون مش بتتبسط ان انا بتكلم كتير ومحدش قال لي بصراحه كده يا مباشر، بس انا كنت بشوف نفسي وده قليل جدا، يعني الويك اند اللي فات ده شفت حلقه ليا بتكلم كتير قوي، والله كنت في عمق والله، وبقعد في الطبخ وكل حاجه، بس قلت له اطبخ يعني اخلص. ف تفاصيل مهمه جدا، انا بالنسبه لي وجودي في البرنامج مع حضراتكم لازم ان يكون في شيء بس احاول اقدمه لحضراتكم، مش ان هو جاي اطبخ واروح والله. فمعلش اعذروني في الاطاله في الشرح، لان انا شايف يعني في بعض من اخواتنا بيبقوا محتاجين الحاجات دي جدا. طيب العين السمك اخبارها ايه؟ لازم أن تكون قدامي واضحه كده، بص يا فندم معايا كده، يعني ايه واضحه؟ ما تبقاش ملغوشه. طب ده يدل عن ايه؟ لو السمكايه كده واضحه ده معناها ما خدش تلج، ما عارفش في الفريزر، او مش بايته ايام كتير، او مش طالعه من تلج فروزن وبقت فريش عمرها هتبقى كده. يعني ايه؟ لو هي مثلا سمكيه مثلا مستورده او مجمده او متخزنه، عمر ما طلعها من التلج تبقى منظر ده، هتبقى شكلها حلو في كل الاحوال، بس العين بالذات هتكشفها، العين دي هتكشفها. لو حطيت عندي اصلا، بص بص هوريك حاجه حلوه قوي، لو حطيت في الجرنش عندي ليمونه، بص بص شايف المنظر عامل ازاي، ليمونه كده عشان اجرنش السمكيه، بص ايه اللي يحصل، شوف شايف المنظر، بص عين السمكه بيروح فين، انا بس بقول لكم تفاصيل ممكن يعني ايه تعدي، ما نشوف، بص المنظر راح لفين، خدت بالك، شوف عين السمكه من ليمونه اهو، شايف راحت في حته، شوف الحاجه دي بقت محتاجه قطره، يعني قصدا المقصود لو حطيت على عين السمكه دي اي حاجه هتحاول ملامحها، شوف راحت فين، تحس ان هي سمكه بقت بايته، ما احطش حاجه على وش الليمون، على وش السمك. طيب الحاجه الثانيه، لما اجي احط صباعي كده، بص يا فندم شايف صباعي، شوف انا بعمل ايه، انت معايا، بص اهو اهو شايف، لازم تكون السمكه محمله ماسكه نفسها، مش صباعي ينزل يغرز ما يطلعش، ده معناها السمك من تحت مهري طري مش ماسكه نفسها، لازم السمكه تكون ماسكه نفسها، اعمل كده صباعي يرد تاني مش يغرز وخلاص، ده مهم جدا. اما اجي افتح السمكه لازم تكون محمره كده، فيها خياشين او لا، لازم تكون محمره كده فريش، بطن السمكه تكون نظيفه، بغسلها غسله واتنين من بعد السماك. تغسلها ازاي؟ عندي فرشه
بتاعت سمك اللي هي بتتمسك بصوابعنا كده وبنقعد نضرب بيها السمكه، بتجيب هي بتاعت سمك بس نضف كويس قوي بطن السمكه البولتي بالاخص او عامه اي سمك فيه شوك كده نضفها كويس قوي وبغسلها بميه ساقعه، ويا سلام ميه ساقعه دي روح رمي فيها تلجتين، احافظ على درجه حراره السمك ما يتهريش من درجه حراره الميه، ركز معايا في اللي بقوله، يعني لو الميه دافيه شويه او مش ساقعه ونقعت فيها السمك كتير مش كويس، يعني هياكل في لحم السمك، فالافضل اغسل بميه ساقعه وارفع على طول واصفي كويس جدا. طيب وبعدين يا شيف هاجي اعمل كده بسم الله بالراحه، شايف كده تشريح للتتبيل، ويمكن بعمل الحركه دي دايما مع حضراتكم عشان اكون واضح، وممكن اعمل زي امهاتنا ربنا يديهم الصحه جميعا، بفتح واحده كده في النص، ده موجود وده موجود او زي ما قلت لكم كده. طب ايه وظيفتها دي؟ والله انا بجي احمر بتبقى شكلها حلو والتتبيله بتخش جواها، ولو احطها عندي برده في صينيه هتبقى لطيفه، يعني كل الامور مش هتخسر، بس ما اقطعش للاخر اهو شوف كده. طب وبعدين يا شيف والله ولا قبل هجيب عندي الخلطه الحلوه دي بسم الله الرحمن الرحيم، واجي اروح حاطط الليمون اللي قطعته في قلب السمكايه شوف كده، واجي من الناحيه الثانيه كل مره وراح اعمل ايه، بص بتبل بطن السمكه ظهر السمكايه كده اه، وش وظهر تبلنا السمكيه، قعدتها بقى 10 دقائق دخلتها الفرن ان شاء الله في الامان اهو، واعمل كده تاني هجيب الليمون ليمونتين كده صغيرين كده تمام، واروح اعمل كده واروح اعمل كده بطن السمكيه من جوه ومن بره وظهرها وشها كل حاجه تتبل كويس جدا اهو تمام تمام. ده مهم جدا والتاسيس ده مهم جدا، الباقي التسويات ان شاء الله تبقى سهله ما فيهاش اي افتكاسه، بس اهم حاجه نتبل السمكيه كويس. ايه اللي جوه السمكيه ده يا شيف؟ ليمون وكرفس وثوم وليمون وزيت وحبه شبت كمان لو حبيت، وبعمل كده في الاخر اهو شوف بعمل ايه؟ اهو حتى لو التتبيله خلصت بعرف اعمل ده اهو. حلو كده الكلام ده؟ طب هتسيبهم قد ايه يا شيف؟ اقول لك انا مش شرط عندي اسيبهم خلاص كده تمام التمام، ولكن قبل ما اروح على الفرن واحطها عندي على الشبكه اجيب عندي حبه زيت كمان على الوش عشان يلمعوا كده اهو، بص بقى المنظر عامل ازاي وما ينشفش البهارات دي مني على الشوايه، ركز معايا. طب وبعدين اقول لك ولا قبل اجيب عندي مساك او جلوفز عادي لو كنت لابسه بسم الله الرحمن الرحيم، واطلع على طول على الفرن. الفرن قبل ما اشتغل في الفرن في البيت اي حاجه هنحطها على الشبكه ورقه الالومنيوم دي يا فندم، ليه؟ عشان اي رواسب اي حركات تقع مني ما تقعش مني على ايدي على الفرن فتخليه مش نظيف. بسم الله كده كده شوف صف شويه كده شوف كده شكرا. التتبيله دي مش هتترمي، كمان شويه ممكن بالفرشه وسقسق كده تديها لون ونفس كويس وسيبها تعيش حياتها، ده في اول الكلام. طيب انا هوريك حاجه هتبسطك جدا. ماشي مش كان في لمبه بتاعتها مش بنور؟ متهيألي. طيب ما علينا. هجيب عند التتبيله اللي اشتغلنا بيها من شويه. بص يا فندم كده معايا، فاكرين اللي نزل من الرواتب بص عامله ازاي؟ لو ما حطيتش ورقه الالومنيوم ده كان زمان الفرن عندي مش نظيف. بص السمك عامل ازاي؟ الله اكبر، شايف السمك؟ السمك ده استوى على فكره. اروح اعمل فيه ايه؟ احاول السقساقه اللي كنت بكلم فيها معاكم من شويه عليها كده. بسم الله. شوف بتبل تاني السمكه برده في المعقول. هبدا دلوقتي اديها سقساقه حلوه كده اطعم الامور واخليها ملمعه معايا ما تبقاش ناشفه من الفرن، واعمل كده متشكرين لحضرتك، سيبها كده خمس دقايق وهنرجع لها كمان شويه. طيب خلينا نرجع تاني للصوص الاحمر اللي هبدا هشتغل فيه. الطاسه دي سخنه هوسع نفسي كده، هنا في ايه يا فندم؟ هنا دي رخامه يعني ساقعه، انا بس بحب اوضح الامور. طيب ليه بتعمل كده؟ عشان خاطر احط زيت زيتون ما يكسدش مني هنا كده اهو، سن زيت زيتون ده لصوص الطماطم اللي هيتعمل بيه ايه؟ بالصياديه. طب خد مني بقى وركز معايا. قبل اي كلام هنزل عندي بيه شرايح توم بسم الله كده. شوف هنا على شرايح التوم دي، خد مني دي ما ترجعش ورايا. فص الليمون خدت بالك؟ هنا تمام التمام؟ تمام. وبعدين هجيب عليه معلقه هريسه. ركز معايا. وهجيب عليه كمان معلقه صلصه طماطم على التوم اللي بيبص شايف التوم بيحصل فيه ايه؟ معلقه صلصه طماطم اهي بسم الله كده بص شوف اهي معلقه واحده او معلقه ونص اللي موجودين عندي يعني اه. حلو الكلام ده؟ كلام جميل. طب وبعدين اقول لك بالمعلقه بتاعتي اللطيفه وانا لسه هنا على الهادي، بص مفيش نار ده المقصود من كلامي، شوف شوف الصياديه لتاسيسه. عندك خضار؟ عندي كل حاجه باذن الله، بس واحده واحده. خد مني اللي جاي ده بقى مهم جدا، شوف دي بق خل يا شيف قربوا مش هناخد حاجه بس كده. هنا هتروح معايا لطعمين،
طعم. صوص الطماطم بتاع الفته فيها خل، ولكن هو مش بتاع فته عشان احط فيه خضار دلوقتي، فالموضوع هيتحول. هيتحول ازاي؟ اقول لك ولا حاجه. بص بقى الصلصه عامله ازاي، انزل عليها بالبصلايه. ثانيه واحده بس، هنا بص الصوص ده عامل ازاي. استنى بس عليا، احنا خلاص بنقفل اهو ان شاء الله. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ انزل عند بقيه الخضار بتاع الصياديه نايف ني. طب يعني ايه نايف ني؟ يعني مش مشوح الحاجه، مش هريها في التقليب والتشويه، حتى الطماطمايه دي هسيبها عندي في الاخر. هنزل في الصياديه بايه بقى؟ بالبصل والفلفل الاخضر والفلفل الاحمر. طب وبعدين يا شيف يعني ايه صوص الطماطم دي صوص صياديه؟ اقول لك لا، استنى بس هوريكم انا هعمل ايه ان شاء الله. اقلب تقلبتين بسم الله كده. شايف الصلصه؟ ايه ده يا عم الشيف ده؟ ايه يا عم الكلكعه دي؟ اقول لك لا، ما انا عامل حسابي ان انا هستغل مرقه الايه؟ الجمبري. اه طبعا. بسم الله بسم الله. شوف بقى يا باشا، شوف مرقه الجمبري النهارده استغلتها، او قشر الجمبري راحت معايا في ايه؟ شوف بقى هنا، شكرا كده بقى صوص، واسيبه ياخد وقته ويغلي ويتسبك مع نفسه ويقصر بالخضار اللي فيه. نيف نيف، ما بقاش مهري مني، يبقى الامور مظبوطه. بص السمك استوى، مش واخد مني اصلا وقت في التسويه تاني، يعني خلاص يعني انا هحط دلوقتي شويه بس كده على ما نختم ياخد غلوه وشكرا. بص بعمل ايه؟ بسم الله. بص السمكايه، ادي السمك البولت بتاعنا الشياكه الحلو كده على طول. واهم حاجه في السمك ما نقفورش في التسويات عشان ما يتقريش مننا. السمك ما ينفعش يبقى اوفر كوك عشان ما يبقاش يعني مش حلو، لازم يكون مستوي. التسويه اللي حضراتكم شايفينها دي اعرف اشيلها كويس. طب وبعدين اقول لك ولا قبلين، ادي شايف الملامح عامله ازاي؟ هنا بقى ابدا احط الخضره بتاعتي. طب مش من الاول اقول لك لا، خضره من في الاواخر خالص. طب ليه يا شيف؟ عشان ما تسودش مني يا حبيبي، عشان ما يبقاش منها غامق، يبقى الموضوع كده راح في حته خالص. انا بقى هعمل كده اهو، شايف الخضره عامله ازاي؟ كده احنا عملنا صوص صياديه وخفيف. لو عايز يعني او عندي جزء في التسويه السمك مش مستوي كويس، هو هيكملها كمان لو حبيت الخفيف ده، اما التقيل هيكلكع. وابدا اعمل كده، شوف على الوش كده، شكرا. والباقي بحطه عندي في طبق غرف بسيط كده عشان يخش ايه مع الاطباق بتاعتنا احنا بنختم، عشان خاطر يبقى مع الرز الابيض. ليمونه لطيفه كده كده، خد من التاتش الاخير بقى حبه زيت زيتون على الوش كده، شكرا. انا ممكن اختم كده او اغرف كده على طول والله، ولكن سيبها شويه في الفرن مش هتحصل حاجه. الكفته، بص يا فندم الكفته فين؟ فاضل عندك ايه؟ فاضل السمك اللي هنطلعه من الفرن نختم على طول. واقول لكم شكرا لحسن متابعتكم لينا، معلش اخرناكم شويه. بسم الله، ادي اخر طبق السلطيه. اتفضل شوف منظر السلطيه عامل ازاي. هنا انا خلصت حاجتي كلها. بص بقى هعمل ايه في الاخر؟ الطماطم الفريش بقى هنا على الوش. شوف طماطم الفريش كده، وحبه الكزبره الخضراء بالهنا والشفا. ده صينيه صياديه بولتي مصريه 100% بالهنا والشفا لحضراتكم. وده اخر طبق يتقدم مع صوص الصياديه بتاعه، مع رز ابيض طبعا، طبق جرجير، عندي مكرونه معموله بالكفته بالوايت صوص، وكمان زي ما حضراتكم شفتوا طبق سلطه لطيف جدا. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده في نفس الميعاد، والسلام عليكم.